جديد يفجع الموت الوسط الفني في مصر، حيث توفيت اليوم الفنانة اعتدال المصري عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض. واعلنت اسرة الفقيدة خروج جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بعد صلاة ظهر اليوم السبت، حيث يتم دفن جثمان الراحلة في مقابر الاسرة، على ان يقام العزاء مساء اليوم السبت بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين. ويذكر ان الفنانة الراحلة عملت في السينما بعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الافلام والاعمال الدرامية، منها نحن لا نزرع الشوك، والذي قامت ببطولته الفنانة اثار الحكيم والفنان خالد النبوي، كما شاركت في اصل وخمس صور، والذي شارك فيها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة وفاء عامر، والفنان ممدوح عبد العليم، والفنان الراحل علاء ولي الدين، والفنانة المعتزلة جيهان نصر، ومسلسل الشارع الجديد للفنان عزة العليلي وشريف منير والراحل عبد المنعم مدبولي، ومسلسل ابو العيلة 90 للفنان الكبير محمود مرسي، شارع المرادي للراحل يحيى شاهين وصلاح السعدني. ميراثها 65 عملا فنيا. من هي الفنانة اعتدال ابراهيم المصري؟ غيب الموت صباح اليوم الفنانة اعتدال المصري، صاحبة الارث الفني الكبير. نعرض في السطور التالية ابرز المعلومات عن الفنانة الراحلة اعتدال المصري. خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، ولها العديد من الاعمال الفنية، وشجعت حفيدتها الممثلة الشابة ياسمين المصري للالتحاق بنفس المعهد لتعمل في التمثيل لفترة قصيرة، وتركته مؤخرا بعد زواجها استجابة لرغبة زوجها. وشاركت في 65 عملا فنيا، منها 7 افلام، وهي رجل في عيون امرأة، وترويض الرجل، وليلة عسل، والحب المر، وننوسة، ولاية عنف، والمراكبي. رحم الله الراحلة واسكنها فسيح جناته، والهم اهلها وزويها الصبر والسلوان.